بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حناخد درسنا السادس في مادة الميكانيكا للشهادة الثانوية، وقاعدين احنا في موضوع تمارين 4B اللي هو قانون نيوتن الثالث. على بركة الله نتابعوا حصتنا واستكمالا للحصة السابقة. احنا اتفقنا إن عندنا 6 أشكال يا طلابي الأعزاء، هالأشكال الستة هدومايا مطاليبهم عديدة من تمارين 4B. أنا حناخد الشكل الثاني، اتفقنا على الشكل الأول واخدين عليه مثالين، حناخده الشكل الثاني. الشكل الثاني تلاحظوا أنه هو في تغيير في ماذا؟ في السطح. إن السطح أصبح سطح مائل بزاوية مقدارها 30. قال لي من الشكل التالي احسب قوة الاحتكاك والشد والكتل المستقرة. نعاوده، أنت شن طالب؟ قال لي ايه طالب؟ المطاليب الآتية، طالب قوة الاحتكاك يبقى هذه قوة الاحتكاك، وطالب قيمة الشد يبقى هذه المطاليب 2. شرط عليا وقال لي جملة مهمة جدا، أن الكتل المستقرة يبقى اتفقنا أن الـ A شن تساوي؟ A تساوي 0. نبدأ البداية، خطوات 3 على الترتيب. الخطوة الأولى نحدد القوة على كل رسمة مرسومة عندي. نجي لي الكتلة الأولى اللي هي قيمتها 1، حنحط هنا نسموها مثلا هذه W1، عبارة عن الكتلة اللي 1 يبقى تولي 10 نيوتن، يبقى هذه 1. الكتلة الثانية تلاحظوا ان هي على سطح مايل. الاسطح المايلة يبقى الوزن، انتوا تعرفوا ان دائما الوزن اتجاه لاسفل، يبقى هذه الدبليو اللي هي W2، لكن W2 هذه احنا محتاجين احنا نديروا لها تحليل، يبقى لازم ندير تحليل لقيمتها. يبقى شنو نكتب عليه؟ بنقول عندك الكتلة 5 يبقى تولي 50 ساين مني؟ ساين الزاوية. كم الزاوية؟ 30، يبقى نكتبه 30 درجة. يبقى هذه القوة المؤثرة على الكتلة السطح المائل مركبة وزنه الموازية. هذه شو نسموا فيها؟ مركبة الوزن الموازي للمستوى. درنا القوة اللي هو الأوزان. نجول الشد زي العادة، التي عكس اللي هو القوة المؤثرة اللي هو لأنها رد فعل يكون اتجاهها إلى الداخل. يبقى هذه البداية. توا بنحدد اتجاه الحركة. طلابي الأعزاء، توا هذه رسمة جديدة، يعني اتجاه الحركة حيكون فيه شوية تغييرات. احنا اتفقنا الحركة هي بسبب القوة. القوة المؤثرة على الكتلة الأولى اللي هي الوزن اللي هي W1، بل القوة التي تؤثر على الكتلة الموضوعة الثانية اللي هي 50 ساين 30. من هي القوة الأقوى أو الأكبر؟ هل 50 ساين 30 أكبر من 10 وإلا أقل؟ القوة الأكبر هي التي ستحدد الحركة، يعني في احتمالية أن هذا سيهبط وهذا سيصعد، والعكس صحيح، ممكن هذا هو الذي سيهبط وهذا سيرتفع. واضح من القيمة اللي مكتوبة 50 ساين 30 اللي هي حتساوي لي دبل، في الحالة هذه قيمتها 25 نيوتن، يبقى 25 نيوتن أكبر أم أقل؟ أكيد أكبر من الرقم 10. من دام أكبر من 10، يبقى 50 ساين 30 هي التي ستحكم في الحركة. إذا اتجاه الحركة حيكون في هذا الاتجاه، هذه ستهبط بعجلة متر على سكن تربيع، وهذه ستصعد لأعلى، يبقى حتكون لأعلى. كويس، حددنا الحركة. ماذا؟ أنت طالب قوة الاحتكاك، يبقى الاحتكاك عكس الحركة، والله ما الحركة متفقين حيكون دائما عكس الحركة. طالما الحركة في هذا الاتجاه يبقى الاحتكاك حيكون في هذا الاتجاه، إذا الاحتكاك F عكس الحركة. حطينا الاحتكاك، حطيناه بعد ما حددنا الحركة. نكتب توا معادلاتنا زي العادة، ما فيش ولا تغيير في الخطوات الأساسية. عرفنا القوة، حددنا اتجاه الحركة، حطينا الاحتكاك عكس الحركة. يلا نكتبوا تو معادلاتي. طلابي، على أساس نعتمدوا على المعادلات؟ نعتمدوا على الاي. الاي هي التي ستحدد كتابة المعادلة. من اللي مع الاي؟ 50 ساين 30. من اللي عكس الاي؟ اللي التي. يبقى نبدأ بها. يبقى كتبنا 50 ساين 30، يبقى على طول نكتبوا 50 ساين 30 ناقص تي. وناقص مني؟
ناقص اف. لماذا؟ لاحظتوا ان التي التي والاف عكس اتجاه الايه، يبقى طالما عكسهم يبقى الحركه المعاكسه اشارتها سالبه، يبقى ناقص سي ناقص اف تساوي من هي الكتله اللي هي الخمسه. يبقى احنا طالما سمينا دي كده بالواحد هنسموها دي ام 2 في اي، ونكتب المعادله. يبقى معادله الجسم الاول، الجسم الثاني صاعد لاعلى، يبقى تي ناقص دبليو 1، يبقى تي ناقص دبليو 1 تساوي ام 1 اي. المعادله الثانيه، كتبنا المعادلات. انت تو شنت بيقالي نبي قيمه قوه الاحتكاك والشد، هذا الشد وهذا الاحتكاك. يبقى زي الخطوات السابقه بالجمع والحذف، اولا بالجمع والحذف، نجمع ونحذفه. من اللي بنحذفوها؟ من اللي حتكون كبش الفداء اولا؟ هي التي. التي بالرغم اللي طالبها لكن اضطروا نحذفوها. 50 ساين 30 اتفقنا ان احنا قبل شويه عباره عن ماذا؟ عباره عن 25 ناقص ماذا؟ ناقص 10 اللي هي دبليو 1 تساوي ناقص عفوا اف تساوي مجموع الكتلتين 5 زائد 1، يبقى 5 زائد 1 تساوي مضروبه في الاي. ممتاز. الاي شن تساوي؟ تساوي 0. لماذا؟ لان الكتل مستقره. يبقى القاطع هذا ببساطه كله بيمشي 0، القاطع هذا مشي كله 0. شن قعد لي؟ قعدوا لي 25 ناقص 10 في الرياضيات 15 ناقص اف تساوي 0. يبقى تمشي الاف باشاره موجبه، يبقى اذن ببساطه جدا الاف عباره عن ماذا؟ 15 نيوتن. وطلعنا المطلوب الاول الاحتكاك. كيف نجيب الاحتكاك؟ كيف نجيب الشد؟ نختار واحده من المعادلتين، لكن انا نفضل نختار الاسهل، المعادله اللي هي هذه، حننزل بهذه طول ونعوض. التي نبيها ناقص كم دبليو 1؟ 10 تساوي ام 1 اللي هي 1 في 0، يبقى النتيجه 0. اذا التي ايضا تساوي 10 نيوتن. ممتاز، طلعت التي تساوي 10 نيوتن. لو انا اختبرت نفسي نتاكد هل فعلا الوضع مستقر صح ولا لا، كيف؟ نحط قيمه الاحتكاك اللي هي 15، نحط ال 15 هنا، يعني هذه طلعت 15 كويس، باو التي طلع لها 10. ممتاز، 10 زائد 15 25، والقوة 50 ساين 30 25، إذا 25 ضد 25 المحصلة تساوي 0، يبقى فعلا الكتل حتكون مستقرة، يبقى إجابتي صحيحة 100%، يبقى تأكدنا أن حلنا صح. نعود تاني يا طلابي على السريع. الرسمة كانت موجودة، الخطوة الأولى حددت القوة التي تؤثر على كل شكل اللي هو دبليو 1 10، الدبليو 2 مايلة بزاوية حللتها 50 ساين 30، الشد لاتجاه الخيط، جيت لاتجاه الحركة. اتجاه الحركة احتمالية ان هذا 5 تركب وواحد تنزل، والا واحد هي التي ستصعد وخمسة ستهبط، يبقى ما علينا نشوف القوة اللي هو مؤثر على الاطراف. 50 ساين 30 طلعت 25 مضاد لها العشرة، يبقى اكيد ال 25 أكبر من العشرة، يبقى الحركة تكون نحو اللي هو 5 كيلوغرام، إذا إيه استقرت عليه هذا الاتجاه، حددنا الاتجاه، كتبنا الاحتكاك اللي هو مجهولة، وجينا كتبنا المعادلات زي العادة. 50 ساين 30 ناقص تي تساوي ناقص اف تساوي ام 2 إيه، لأن هذه سميتها ام 2، وهذه تي ناقص دبليو 1 تساوي ام 1 إيه، اشطبنا التي، نزلت حساباتي 25 ناقص 10 اللي هي دبليو 1 ناقص اف تساوي الكتلتين واحدة 5 والتانية 1 مجموعهم 6، لكن للأسف الشديد الاي كانت 0 لأن الكتل مستقرة، يبقى الطرف الأيمن كله مشي بصفر. يبقى رياضياتي 25 ناقص 10 يبقى 15 ناقص اف تساوي 0. رفعت قيمة التي الاف اللي هي بإشارة مخالفة اللي هي إشارة موجبة، طلعت إشارة موجبة، إذا اف تساوي 15. جيت للمعادلة الثانية وطلعت قيمة التي تساوي ناقص 10 تساوي 1 في 0، إذا التي طلعت 10، اتأكدت إن مجموعهما 2 إن هما القيمة متاعهم 25 نيوتن، يبقى من دام 25 نيوتن يبقى الإجابة إجابتي صحيحة
100%. يبقى ركزت على انه هو فعلا ارقامي 25 نيوتن في الطرف الايمن و25 نيوتن في الطرف الايسر، اذا معادلتي مظبوطه. وهذه الشكل اللي هو الثاني في كتابي المدرسي. هناخده مسائل عن الحاله. المره هذه نفس الرسمه السابقه، اوجد عجله الحركه. يبقى انت شن طالب؟ قال لي طالب عجله الحركه. عجله الحركه كانت في المثال السابق كانت صفر، يبقى انت طالب قيمه ماذا؟ طالب قيمه الاي قداش؟ مجهوله. كويس. للمجموعه اذا كان السطح ماذا؟ السطح خشن، يبقى سطحي خشن. خشن يبقى في احتكاك، من دام خشن يبقى احتكاك. كويس. نبدو البدايه زي العاده، نحط القوى. انت سميت هذه ام واحد، يبقى انا بنجي نقول لك هنا قيمه ام واحد اللي هي حتكون ام واحد جي ساين الزاويه تيتا، اللي كاتبها لي تيتا انت. الشد الى اعلى مع الخيط، يبقى حيكون الشد عكس الحركه تماما. يبقى الشد حيكون في هذا، عفوا الشد حيكون عكس قوه الفعل اللي هي الوزن، والشد ايضا للداخل. يبقى الشد تي تي في الجهتين. ماذا الكتله الثانيه اللي هي عطيها لي؟ حنحط القيمه بتاعها، انت كاتب لي ام 2، يبقى بنقول لك هنا دبليو 2 عباره عن ام 2 في جي. حطينا اوجد العجله اذا كان السطح خشن. فبركز نفس القصه. طبعا انت حد محط لي سهم مهم جدا. السهم هذا في الرسمه شنو عطيني؟ انت واضح محدد لي الحركه وين؟ واضح من الرسمه محدد لي الحركه وين؟ اهو يا طلاب يركزوا عليه. هذا السهم اتجاه الحركه حيكون في هذا الاتجاه، يبقى لازم تحدد لي الاي. يبقى حددت لي قيمه الاي، اتجاه الاي وين؟ يبقى هذا هابط وهذا حيكون ماذا؟ حيكون صعودا. كويس، حددنا الاي. تو ما عليا الا اني نكتب المعادلات. بس قبل ما نكتب المعادلات ما زلت عندي حاجه مش ما كتبتهاش. شنو هي؟ اللي هو السطح الخشن. يبقى عندي احتكاك. احتكاك وين؟ عكس الحركه. هذا سطحي خشن واضح في الرسمه، يبقى الاحتكاك حيكون في هذا الاتجاه. حنضيف حاجه في الرسمه اللي هو اني ممكن نقول لك ان هذه عباره عن ام 2 جي كوساين التيتا والار. يبقى نحط القوى اللي مرسومه. كويس. تو نكتب المعادلات زي العاده. طلابي ننتظر. كيف نكتب المعادلات؟ مظبوط، ما شاء الله عليكم. نشوفوا الاي. القوة التي مع الاي هي اللي نبدأ بها، والتي عكس الاي هي إشارتها مخالفة. من اللي مع الاي؟ يبقى على طول نكتب ام واحد جي ساين التيتا. ممتاز. ناقص تي. به ناقص مني تاني؟ ناقص اف تساوي ام واحد اي. ممتاز. بقى الجسم الثاني، هذه المعادلة واحد، الجسم الثاني صاعد، يبقى حتكون تي ناقص ام 2 جي تساوي ام 2 اي، المعادلة رقم 2. حطينا المعادلات. انت شن تبي؟ قال لي نبي العجلة. يبقى بنديره بالجمع والحذف زي ما قلنا، بالجمع والحذف. لا جمع ونحذف. يبدو البداية. من اللي يحتاج للحذف؟ اللي يحتاج للحذف اللي هو التي. ناقص تي تمشي مع التي، تنزل معادلتي عادي. ام واحد جي ساين التيتا ناقص ام 2 جي ناقص ماذا؟ ناقص اف، معلش نسويها شويه، ناقص اف ام جي ناقص اف تساوي ام واحد زايد ام 2، الكل مضروب في ايه. ممتاز. حطينا المعادله. انت شن تبي؟ قال لي نبي الاي. المضروب في المجهول مقام. تنزل القاعده زي ما هي، الطرف الايسر كما هو، ينزل ام واحد جي ساين الزاويه تيتا ناقص ام 2 جي. ممتاز. ناقص اف على ام واحد زايد ام 2 تساوي اي. ممتاز. وصلنا للمعادله. لو اني بنزيد شويه للمعادله، هذه المطلوب اللي انت تبيه. لو اني بنزيد شويه ونلقى مرات ان الاف فاكهه،
كفاكة حاط البديل ليها ميو ار. يعني ممكن نزيد المعادلة بطريقة أقوى شوية، ممكن نقول لك ام واحد جي ساين تيتا ناقص ام اتنين كما هي جي ناقص، نقدر نحيف ونقول لك ميو في ماذا؟ يعني هذه ميو ار. ممتاز، ار من مقابل ليها هنا؟ الار، الار مقابل ليها ام اتنين جي كوساين تيتا، نكتب ام اتنين جي كوساين التيتا على هذا كله على ام واحد زايد ام اتنين، النتيجة ايه؟ هذا راي. يعني ممكن نمشي اكثر حتى من ناحية رياضية، نوزع المقام، ناخذ ام واحد ولا ام اتنين عامل مشترك، ناخذ جي عامل مشترك مثلا، يعني حسب ما هو يعطيني في المسألة. هذا السؤال يجي فيه أسئلة اختيار متعدد، اللي زي ما قبل شوية حلينا مثال عليها، إنه ممكن يطلب مني العجلة وبالتالي نقدر نتصرف على حسب ما عطيني من خيارات. لاحظتوا يا طلابي كيف ريتوا إن الطريقة لحل الميكانيكا حلو وسهل، خطواتي ثلاثة. على فكرة الكلام اللي نقول فيها في الباب الرابع ينطبق على الباب الأول والثاني والثالث. الخطوات ثابتة في الميكانيكا، نرسم الرسمة، نحدد القوة على الأشكال، نكتب واتجاه الحركة ونكتب المعادلات وننطلق. أنا يا طلابي ما زلت أتحداكم، لو أنتوا درتوا الخطوات الثلاثة هذه ما طلعتوش بنتيجة صحيحة وسليمة للمسائل إمتعالة. هذا مثال آخر نختاره، لازم تعودوا بروحكم وتشوفوا في الحوش كيف ممكن أنكم بعد ما يكمل الدرس كيف ممكن تعاودوا مرة تانية موضوعنا. ناخدوا مسألة بنفس الرسمة لكن بمطالب أخرى. ماذا؟ قال لي من الشكل إذا كانت الكتلتان متساويتان مقدار كل منهما، يعني واضح إن M1 ستساوي M2 كمقدار، يبقى M1 تساوي M2 المقدار 15 كيلوغرام. ممتاز، بدأت حركتهما من السكون. من السكون المفروض حسب زمان كنا نقول السكون تعني اليوم صفر، التي تقطعها المطلوب المسافة. شن طالب؟ المسافة التي انت طالب مسافة. موضوع انت طالب المسافة، المسافة هذه نعرف ان هي خدناها في الباب الاول وفي الباب الثاني وايضا في الباب الثالث. يبقى شفتوا كيف ان ممكن اللي خديناه في الفصول الاولى والاول والثاني والثالث ممكن نستعين به. انت طالب اس في الحقيقه، ممتاز، اس مجهوله التي تقطعها الكتله من هي؟ قال لي الكتله ام واحد هي التي ستتحرك بعد زمن مقداره، يبقى بعد التي اعطيتني قيمه الزمن مقدار 4 سكن. ممتاز، نبدا البدايه، يكتبوا زي الهذا، اتحداكم واحده واحده نكتبوا القوة اللي هنا من دام مايلة، يبقى ام واحد جي ساين الزاوية اللي اعطيتهولي انت 45، اعطيتني الزاوية مقدارها 45، التي لي اعلى برضو التي لي اعلى، يبقى الشد لي اعلى، يبقى معلش نسوي شوية رسمتنا باش تساعدنا شوية، التي حتكون اتجاهها لي اعلى، تي ممتاز. ام اتنين لوطة، يبقى ام اتنين جي، ام اتنين ماذا؟ ام اتنين جي ام اتنين جي، معلش نديروها مرتبة شوية، يبقى هذه ام اتنين، كويس مش مشكلة، ام اتنين جي كويس. نحدد توا اتجاه الحركة، اتجاه الحركة وين؟ حسب انت معطيني المعطيات اللي موجودة عندي، المعطيات اللي عندي يبقى ام واحد جي، نبدو الكتابة عادي جدا، ام واحد اعطيتني 15 كيلوغرام، يبقى تولي هنا 150 ضرب اعطيتني مني؟ اعطيتني ساين 45، ساين 45 واحد على جذر 2 حسب ما نعرفه. باهي الطرف الثاني ام 2 اللي هي الكتله نفسها 15، يبقى الرقم هذا 150. ممتاز،
هنطلعوا ال 150 واحد على جذر 2، هل هي حسابيا اكبر ام اقل من ال 150؟ بالتاكيد هتكون اقل. يبقى حسب الرسمه اللي عندي المفروض نجو حساباتنا الرياضيه نقول لها 150 اللي هي الكتله مضروبه في ساين ال 45، يبقى ساين ال 45 الزاويه الوحيده التي تتساوى فيها الساين مع الكوساين اللي هي ال 45، هتكون النتيجه 106. يبقى هذه مقدارها 106، يبقى تساوي 106. ممتاز. طب من الاكبر اللي هي ال 150 والا ال 106؟ ال 106 يبقى من ال 150. يبقى الحركه واضح ان هذه ستصعد، يبقى الايه وهذه ستهبط. ممتاز. هو قال لي نبي المسافه التي تقطعها الكتله ام واحد، لكن هل هي صاعده ولا هابطه؟ يبقى القوه التي اثرت هي اللي حكمت على الموضوع. نعود نقول القوه التي تؤثر هي التي ستحكم على الحركه. يبقى واضح ال 150 اكبر من ال 106، اذا ام واحد ستصعد. قال لي نبي المسافه، انت يبقى طالب مني المسافه. المسافه هنشوف وين الرسمه عندي مسافه، متى انت راكبه؟ يبقى ممكن توصل للنقطه هذه، الكتله حتصل لهذا المكان، يبقى هذه ام واحد وصلت هنا، اذا المسافه التي ستقطعها هتكون هذه حنسميها اس. ممتاز. به. كيف نبدا الحل؟ كيف نبدا الحل يا طلابي؟ قاعده نعاود نقول رسمت الرسمه، حددت القوه والحركه، يبقى نكتب المعادلات. نركز خطوه خطوه، اني ما نحطش ارقام الا بعد ما نثبت افكاري. نجي للمعطيات بعد ما حطيتهم نكتب معادلتي. يبقى واضح المعادله الكتله ام واحد صاعده فوق، بنقول تي التي مع العجله ناقص الرقم اللي طلعته اللي هي 106 تساوي، قال لي سطحي خشن، هل في سطح خشن؟ لا، واضح انه هو السطح املس. كيف عرفت املس؟ لانك انت لا ذكرت لي قلت لي سطح خشن، ولا قلت لي في قوه احتكاك، ولا قلت لي في معامل احتكاك. يبقى طالما انت ما ذكرتليش ولا حاجه يبقى السطح ماذا؟ السطح املس. واضح. يبقى الاملس والخشن نعرفها من انك انت تقول لي خشن، اعطيتني احتكاك، اعطيتني معامل احتكاك، يبقى نعرفه سطح خشن. غير الكلام هذا يبقى خلاص ما عنديش الا يكون سطحي املس. ممتاز. يبقى مية تي ناقص 106 تساوي، ما عنديش غيرها، تساوي الكتلة اللي هي مقدارها 15 في الاي. باهي. ممتاز. نجي للجسم الثاني، الجسم الثاني هابط، يبقى بنقول لك ال 150 ناقص التي تساوي الكتلة مقدارها 15 برضو في اي. ممتاز. الخطوة التي تليها بالجمع والحذف. راح احطه يا طلابي، قاعدة نعاود ونقول الخطوات ثابتة، المعلومات ثابتة، يبقى ما عليا إلا إنني نتعامل حسبة رياضية. تمشي التي مع الناقص تي، تنزل ال 150 ناقص 106 تساوي مجموع الكتلتين يعني 15 زايد 15 الكل مضروب في العجلة. ما هي 150 ناقص ال 106، 150 نحو منها 106 ناقص 106، النتيجة تطلع 44. إذا هذه 44 تساوي مجموع الكتلتين 30 A. يبقى نبو قيمة الـ A، يبقى نقول كده 44 قسمها على 30 تطلع العجلة. يبقى 44 تقسيم الناتج بتاع 30 تطلع العجلة مقدارها 1.4. 666 يبقى بعدها نقول له تقريبا 467 بالتقريب، وفي جنبها متر على سكن تربيع. ممتاز. طلعنا الاي. واحد من الطلاب يقول يا استاذه انت طلعتي الاي، شو علاقه الاي باللي هو يبيه في المساله؟ هذه مهمه جدا. العلاقه ما بين الحركه في خط مستقيم، انا الجسم يتحرك بسرعه، بيقطع مسافه عند زمن، القاسم المشترك ما بيناتهم الا وهي العجله. العجله هي القاسم المشترك ما بيناتهم اللي هي قيمة الاي. الاي هي هذه القاسم المشترك. من يتذكر قوانين الحركة في خط مستقيم؟ استنى، من الطلاب؟ ما شاء الله عليكم. قوانين الحركة في خط مستقيم هما ثلاثة، ما هي القوانين؟
القانون الأول في تساوي يو زايد اي تي، هذا رأي. الفي تساوي يو زايد اي تي ما فيش اس، يبقى بنستثنيه. بلدي ليه في تربيع تساوي يو تربيع زايد 2 اي اس، ما هي في اس لكن ما عنديش السرعة التي وصل بها إلى أعلى. بنمشي للقانون اللي بعد، ما لا من دام هادو ما يكلهم ما نفعوش، ناخذ القانون اللي يقول اس تساوي يو تي، من يتذكره، زايد مادة نص، ممتاز، اي مادة تي تربيع. برافو عليكم، ما شاء الله عليكم يا طلاب ثالثة علمي، انتم منورين وباحثين عن التميز، وبالتأكيد التميز لا يأتي من فراغ إلا عن طريق التركيز والمتابعة. الاس تساوي بدأ حركته من السكون. السكون شن تعني؟ تعني اليو تساوي صفر، إذا هذا القاطع كله مشي صفر. باهي، وبعدين قعد لي اس تساوي نص اي تي تربيع، ممتاز، نوط. يبقى المطلوب اس تساوي نص كما هي. ايه طلعتها قبل شويه؟ ضرب 1.47 ضرب تي تربيع، كم اعطيتني الزمن؟ قال لي 4، تربيع الاربعه يا طلابي 16، ممتاز، حساباتي الرياضيه. يبقى 16، خلينا نكتبها شويه، اي 16، ممتاز، نبدو الحسابات. تو طلعت، يبقى في الرياضيات ناخذ 16، مازال ما وضحتش كويس، معلش نكتبها بشويه علينا المعادله، ما نستعجلوش، واحده واحده، أي خطاط صبوره زي خطاط صبوراتنا في المدارس، لكن الله غالب الحمد لله في كل الاحوال. ناخذ اي، طلعناها 1.47 ضرب مربع الزمن 16. نحسب حساباتنا الرياضية، طبعا هذه كده تحتاج لآلة حاسبة، ما عندناش حل تاني. نجي نقولوا له الخمسة من عشر نص مضروبة في 1.47 مضروبة في 16، النتيجة طلعت 117.6. يبقى المسافة التي قطعتها هذه القطعة، يبقى اس تساوي لي 117.6 في جنبها كلمة متر مثلا. يبقى نعودوا معلش حساباتنا لعل وعسى تكون فيها اخطاء، لكن مع هذا نتاكدوا مره ثانيه واحده واحده علينا. مجموعه قال الكتل اللي موضوعه على السطح كل منها 15 كيلوغرام، جينا للرسمه وكتبنا القوه ام 1 جي ساين ال 45 والشد لاعلى، ايضا الشد لاعلى، وام 2 جي اللي هي 150. رياضياتي حطيت القوه، نشوف اتجاه الحركه. ناخذ 150 في اللي هي 15 في العشرة 150 في ساين ال 45 واحد على الجذر 2، تطلع النتيجة 106. بين ام 2 اللي هي 15 في العشرة 150، إذا واضح ال 150 أكبر من ال 106، يبقى الحركة واضح. الكتلة التي على سطح المائل ستصعد، بينما الكتلة التي تتدلى لأسفل ستهبط. عرفنا الـ A، بعدين كتبنا المعادلات. نتأكدوا من معادلاتنا. واضح ان سطحي املس، كيف عرفتها؟ زي ما قلنا ما فيش حاجه تدل على احتكاك نهائي، يبقى خلاص تي ناقص ام 1 جي ساين 45 طلعت نتيجتها 106، 15 اللي هي الكتله في الاي اللي هي العجله التي تحركت بها المجموعه. الكتله الثانيه هبطت، يبقى 150 ناقص التي تساوي 15 اي. رياضياتي التي مشت مع التي زي ما اتفقنا بالجمع والحذف، 150 ناقص 106 تساوي 15 زائد 15 يبقى 30، طرح ال 150 من ال 106 يبقى النتيجة 44 على 30، طلعت العجلة 1.466، يبقى قربناها 1.47 متر على سكن تربيع. وبعدين بقول العجلة شنو علاقتها؟ زي ما قلنا ان الحركة هذه خش فيها موضوع الحركة في خط مستقيم. يعني بنجي لقوانين الحركة في خط مستقيم ونختار. انت طالب المسافة عفوا، المسافة اس تساوي يو تي زائد نص اي تي تربيع، هذا منين اخترته؟ اخترته من قوانين الثلاثة حسب معطياتي. عندي الزمن وعندي العجلة، يبقى خلاص اليو صفر لأن الجسمين كانوا حالة سكون، نص اي تي تربيع، يبقى الاس تساوي نص ضرب 1.47 في
في مربع الأربعة اللي أعطيتها لي يبقى 16، أحسبنا طلعت المسافة 117.6 متر، يبقى هذا المطلوب التالي. وبهذا يا طلابي الأعزاء نكون أخذنا درس آخر من تمارين 4 بي من الميكانيكا لسنة ثالثة علمي، ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وننصحكم بالمتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.